بعد قرار وزير التربية والتعليم باستكمال المنهج في بداية السنة الجاية، هل الأدبي هيكمل منهج الرياضة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الأول والثاني الثانوي. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنوضح القرارات اللي قالها الوزير. أول خبر يمكن يهم ولادنا الطلاب جميعا في سنوات النقل أو في الشهادات العامة، إن المحتوى الذي سيكون الطالب مسؤول عنه سواء كنا هنعمل مشروع أو هنعمل امتحان هو ما تم تدريسه بالفعل حتى يوم بدء تأجيل الدراسة. وبالتالي المحتوى اللي كان هندرسه لو كانتش الدراسة تأجلت من بعد 15 مارس مش هنحاسب أولادنا عليه، وده شيء نقطة مهمة وجوهرية جدا. أول قرار استكمال المنهج في بداية العام المقبل، ده بالنسبة للعلم يا شباب مهم جدا. الجزء اللي باقي ده مهم جدا جدا جدا، من غيره تقريبا 30% من منهج تالتة ثانوي الرياضة مش هتقدر تمشي فيه، فده قرار صائب 100%. بالنسبة للأدبي الدكتور طارق قال هنكمل للمواد الممتدة، يعني انت ما عندكش رياضة في سنة تالتة فبالتالي مش هتكمل الرياضة، بس عندك إحصاء. خلي بالك في إحصاء في الأدبي، في إحصاء في أدبي وعلمي، خلي بال الناس. بالنسبة يا أستاذ للمنهج، هو قال هنمتحن لحد نص مارس. في المرحلة الثانوية، لو رحنا المرحلة الثانوية هنلاقي الاختبارات الإلكترونية بتاعت أولى وتانية ثانوي هتغطي المحتوى زي ما قلنا قبل كده بتاع الترم الثاني لحد 15 مارس. احنا كنا بنتكلم عن امتحان تجريبي يوم 5/4، ده لازال قائم باستثناء وحيد ان احنا هنعمله لاولى ثانوي فقط مش لاولى وتانية ثانوي، عشان الظروف اللي احنا فيها اصبح صعب نعمل فيها كل ده. هو ايه اللي عندنا لحد نص مارس؟ هشرح لك دلوقتي بالتفصيل ايه اللي عندك لحد نص مارس من توزيعة المنهج. تقدر انت برضو تجيب توزيعة المنهج من كتاب المعاصر، فأول الكتاب هتلاقيه موزع لك المنهج بتاعك. بالنسبة لأولى ثانوي، طبعا حضراتكم احنا هنكمل المنهج من نص شهر 3 لحد نهاية إبريل، دي بداية السنة الجاية. مهم برضو مهم عشان تالتة ثانوي. تعال نروح للكمبيوتر ووضح لك ايه المنهج لحد نص شهر مارس بالنسبة للأدبي والعلمي وأولى ثانوي. دي توزيعة منهج الصف الأول الثانوي مادة الرياضيات الفصل الثاني. حضراتكم احنا هنمتحن لحد منتصف مارس، ده شهر مارس. هتمتحن حضرتك ضرب المصفوفات والمحددات، ده بالنسبة للجبر، يعني تنظيم البيانات في مصفوفة، جمع وطرح المصفوفات، ضرب المصفوفات، المحددات دي معاك بالنسبة للجبر. الباقي ده هتكمله السنة الجاية في بداية السنة الجاية. بالنسبة لحساب المثلثات، مع حضرتك المتطابقات المثلثية وحل المعادلات المثلثية وحل المثلث القائم وزوايا الارتفاع والانخفاض، دول كده معاك أصل دول درس واحد. بالنسبة للهندسة التحليلية، المتجهات معاك كل الوحدة الأولى معاك لحد تطبيقات المتجهات، تطبيقات المتجهات معاك من أول الخط المستقيم. لا، ده بالنسبة لمنهج أولى ثانوي رياضة. بالنسبة لتانية ثانوي، بالنسبة لتانية ثانوي أدبي فرع الجبر هيدرسوا لحد فين؟ هيدرسهم لحد المتسلسلات الحسابية، يعني مجموع المتتبعة الحسابية، لحد هنا كده من أول الهندسية. لا، وطبعا ده هيكمل السنة الجاية. في التفاضل والتكامل هيدرسهم لحد قواعد الاشتقاق، لحد هنا كده، وطبعا الباقي هيندرس السنة الجاية. بالنسبة لتانية ثانوي علمي، تانية ثانوي علمي هيدرسهم لحد المتسلسلات الحسابية زي الأدب بالضبط، لحد هنا الدرس الثالث. وفي الوحدة التانية التفاضل هيدرسهم لحد الاشتقاق. بالنسبة لحساب المثلثات، الدرس الأول زوايا الارتفاع والانخفاض، لحد هنا كده. بالنسبة للميكانيكا، الميكانيكا فرع الديناميكا هيمتحنهم لحد السقوط الحر، لحد هنا كده، ده الامتحان بتاعنا. يعني معانا الحركة المستقيمة، الحركة المستقيمة ذات العجلة المنتظمة، السقوط الحر، قانون الجذب العام لا، ولا الوحدة الرابعة،
دول هيندرسوا السنة الجاية. الاختبارات بتاعت الصف الثالث الثانوي هتشمل ما درسوه من أول العام الدراسي إلى 15 مارس، أي شيء بعد كده مش هيبقى في امتحانات الثانوية العامة. الموضوع ده هنروح لشهادة المرحلة الإعدادية. المرحلة الإعدادية في مصر فيها حوالي 1,800,000 طالب، وده رقم ضخم جدا. فقررت الدولة المصرية عدم تعريض هذا العدد من الولاد في السن ده إلى لجان على الأرض نظرا للظروف الاستثنائية اللي احنا فيها. بس ده محتاج عشان في تنسيق كمان بعد المرحلة الإعدادية، فده بيحكمه القانون، لازم نلاقي حل قانونا متاح. فاحنا حاولنا نقدم للولاد أقصى خدمة ممكنة بالآتي، انه عندنا نمرة الفصل الدراسي الاول، هنضيف لها مشروع بحثي خاص مختلف عن سنوات النقل، برضو هنقول تفاصيله يوم 2/4. هذا المشروع شرط اساسي ان احنا نعمله وننجح فيه علشان يتحسب لي فول مارك او علامة كاملة في الفصل الدراسي التاني. دي كانت أهم القرارات بالنسبة لأولى وتانية ثانوي، وده المنهج اللي عليك لحد نص شهر مارس. أتمنى أن أكون فدتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.